بنكمل النهاردة القصة بتاعت الليمت، وبنشوف الليمت لما الـ x tends to infinity. limit of a function at infinity، احنا عارفين انه 1 over infinity بزيرو، 1 over 0 بانفينيتي. طبعا الحتتين دول مهمين لان هنستخدمهم كلهم في درس النهاردة دول. اما القيم اللي ملهاش اي معنى اللي هي 0 over 0 او infinity over infinity او 0 to the power 0 0 times infinity، في كتير من الحاجات دي اللي ملهاش اي معنى. لكن لما نشوف مثال زي كده، limit لما x tends to infinity 1 over x هتبقى ب 0. طب limit لما x tends to infinity 1 over x to the power n، ما انا اللي حطيت ال x ب infinity، infinity to the power n برضه ب infinity، يعني 1 over infinity تبقى بايه؟ ب 0. ماشي. طيب لو انا عندي constant وعايز اجيب له limit لما ال x tends to infinity، ال constant ده هينزل زي ما هو. ليه؟ مفيش x، فين ال x؟ لكن لما يقول لي limit لما ال x tends to infinity ل x to the power n، يعني infinity to the power n بكام؟ ب infinity. طب افرض عندي حتتين في كوسك زي كده، limit 1 over x plus 2 لما ال x tends to infinity، اعمل limit للاولانية وحديها وlimit للتانية وحديها. limit للأولى 1 over x يعني 1 over infinity، 1 over infinity تطلع بكام؟ بزيرو. طب والتانية limit لما ال x tends to infinity لل 2، طب ما دي ب 2، دي constant ما فيش x، يبقى 0 plus 2 تطلع بكام؟ ب 2. بنشوف مثال على الموضوع دوا، limit لما x tends to infinity وكاتب لي 3x plus 1 over 5x minus 2. انا لو عوضت ب infinity هتبقى 3 times infinity plus 1 تبقى ب infinity، طب 5 times infinity ب infinity minus 2 ب infinity برضه، يبقى دي no meaning او unspecified. في الحالة دي بص كده كويس في الدرس ده بالذات بتاع limit to infinity، بص على الباور فوق والباور تحت هتلاقيهم هما الاتنين حلوين زي بعض، يعني x to the power 1 x to the power 1 فوق وتحت. يبقى انا هعمل divided للنيموريتور والدينوميريتور باي x اللي هو اكبر باور في الدينوميريتور، ايه اكبر؟ يعني مثلا تحت x to the power 2 اكبر باور، يبقى اقسم على x to the power 2، x to the power 3 في الدينوميريتور اقسم على x to the power 3. يبقى ابص على الدينوميريتور اكبر x فيها x to the power كام واقسم عليها. هنا الاثنين زي بعض، فانا هقسم على مين؟ على x. قسمت الاول على x طلع 3، قسمت التانية على x طلعت 1 over x. طب واللي تحت 5 بس، وال 2 over x. طب ما الأولانية 3 plus a 0، طب والتحتانية 5 minus a 0. ليه ب 0؟ عشان 2 over infinity ب 0، 1 over infinity ب 0. طب يبقى 3 plus 0 ب 3، 5 minus 0 ب 5، يبقى جواب النهائي 3 over a 5. هنلاحظ في المثال ده ان الباور فوق اكس اكبر باور فوق اكس تو ذا باور 2 واكبر باور تحت اكس تو ذا باور 2، يبقى انا هعمل ديفايدد للنيموريتور والدينوميتور باي اكس تو ذا باور 2. فلو قسمت الفوقانية على اكس تو ذا باور 2 هتديني 3 ماينس 5 اوفر اكس بلس 1 اوفر اكس سكوير، ده الفوقانية. التحتانية هتبقى 4 اوفر اكس سكوير لان ما معهاش اكسات، ماينس 2 هي معاها اكس واحدة، لما اقسم على اكس سكوير هتبقى باقية ايه؟ ديفايدد باي اكس بس، يعني 2 اوفر اكس بس. طب اللي بعديها 7 اكس سكوير، لما اقسم على اكس سكوير تبقى قاعدة 7 والاكس سكوير ماشي. الفراكشنز كلها تتكل على الله بزيرو بزيرو بزيرو، يبقى باقية 3 فوق وباقية 7 تحت هما المضاف، يبقى جواب النهائي 3 اوفر ايه؟ 7. في المثال ده
الباور فوق مختلف عن الباور تحت، فوق اكس تو ذا باور 3 تحت اكس تو ذا باور 2، مش مشكلة الارقام، المهم ان الباور انا بدور على اكس تو ذا باور، لازم اقسم فوق وتحت على اكس تو ذا باور 2. ليه؟ اكبر باور تحت. فلو قسمت الفوقانية على اكس تو ذا باور 2 تجلسها قاعدة 3 اكس ماينس 2 اوفر اكس سكوير. طب التحتانية 5 بس بلس 3 اوفر اكس سكوير. طب الاولانية بانفينيتي ماينس 0 وتحت 5 بلس 0. الجواب ان هي طلع انفينيتي فوق وتحت طلعت 5، يبقى في انفينيتي اوفر 5 تطلع بايه؟ بانفينيتي. هنا العكس بقى، في المثال ده الباور فوق اصغر من تحت، اللي فوق 4x سكوير بلس 2x ماينس 3 تحت 2x بلس 5x زبار 3، يعني الباور تحت x زبار 3. يبقى انا هقسم الدينوميريتور والنوميريتور على x تو ذا باور ايه 3. طبعا الفوقانيه كلها ولا واحده فيهم x زبار 3، يبقى كلهم هيبقوا اوفر اوفر اوفر. الاولانيه 4 اوفر x عشان معاها x سكوير وانا قاسم على x 3. الثانيه 2x هقسم على x 3 يبقى بيجي 2 اوفر x سكوير. التالتة ما معهاش ولا اكس يبقى 3 اوفر اكس كيوب. اما اللي تحتانية لما اقسم على اكس 3 يبقى باقي ايه؟ 2 اوفر اكس سكوير. طب ال 5 اكس 3 هتبقى 5 بس لان اكس 3 راحت مع اكس 3. طب الفوقانية كلها دي ب 0 0 0، اما التحتانية 0 بلس ال 5 يبقى الجواب ان هي 0 اوفر ال 5 تطلع بكام؟ ب 0. هنا المثال ده لو تلاحظ لو عوضت عن اكس بانفينيتي في الحتة الأولانية والتانية هتلاقي الإجابة تطلع بانفينيتي ماينس انفينيتي وده انسبيسيفاي اللي هي النو مينينج. فأنا أعمل إيه دلوقتي؟ الحتة دي عدت علينا في الدرس الأولاني اللي هي بنضرب في الكونجوجيت فوق وتحت، بنضرب كونجوجيت لمين؟ للإكس ماينس روت إكس سكوير. طب إيه الكونجوجيت بتاع دي؟ هيبقى بلس، بدل ما هي ماينس هتبقى بلس، يبقى x بلس روت x سكوير بلس 4 على x بلس روت x سكوير بلس 4. لما اضرب انت عارفين فوق هتنضف لكن تحت قاعده معفنه زي ما هي. طب اللي فوق هتنضف ازاي؟ ال x في ال x ب x سكوير، طب والروت في الروت، طار الروت، بس خلي بالك النيجاتيف هتدخل على جوه الروت. ليه؟ بره نيجاتيف تايمز بوزيتيف تبقى نيجاتيف، هتدخل على الاثنين اللي تحت الروت. يبقى بيجت نيجاتيف اكس سكوير ماينس الفور. اما اللي تحت الوان لما تضرب في الزباله اللي ورا دي هتنزل زي ما هي. طب اكس سكوير راحت مع اكس سكوير يبقى بيجت فوق نيجاتيف فور، اما اللي تحت قاعدين زي ما هم. نقسم على اكس ليه؟ لان الاكس هي روت اكس سكوير، فانا هقسم بره الروت على اكس واقسم تحت الروت على اكس سكوير. طب اللي فوق ما معهاش حاجه هنقسم على اكس يبقى نيجاتيف فور اوفر اكس. طب والاولانيه الاكس دي هنقسم على اكس يبقى فيها ال1. طب واللي تحت روت اكس سكوير على الاكس سكوير، لان تحت روت قلت اقسم على اكس سكوير لان ده سكوير روت، تعرف لو كيوبيك روت تبقى اكس كيوب، فبقت 1 بلس 4 اوفر اكس سكوير. الجواب النهائي اللي فوق بالزير واللي تحت 1 بلس ال1 تبقى فيها كام؟ 2 تحت، يبقى 0 اوفر 2 تبقى فيها كام؟ فيها 0. المثال ده اللي فوق فيها كيوبك روت وفيها 5 اكس من بره بعيد عن الروت، وتحت فيه سكوير روت بس كلهم تحت وتحت السكوير روت. هنا عندي هل طب ما الباور فوق اكس 3 ومش عارف اكس 2 واكس لا لا لا، امال ايه؟ ده كيوبك روت لاكس 3 يبقى عارف بيه؟ باكس بس. طب وال 5 اكس اللي من بره دي قاعده زي ما هي اكس دوبر 1. طب والسكوير روت اللي تحت الاكس سكوير تبقى برضه باكس، يبقى كلهم متساويين. هعمل divided by x للكل. هتعمل divided by x يعني تحت الكيوبك روت هتقسم على x بس؟ لا، على x 3، لان ال x تحت الكيوبك روت x 3، لما تطلع بره الكيوبك روت تطلع ب x بس. فتحت الكيوبك روت هقسم على x 3، اما بره ال 5x هقسم على x بس تبقى فيها ال 5. اللي تحت السكوير روت هقسم على x سكوير يبقى 25 بلس 3 اوفر x ماينس 1 اوفر x سكوير. كل الفراكشنز اللي فيها اكس من تحت بزيرو، كل الفراكشنز اللي فيها اكس من تحت بزيرو. طيب يبقى انا عندي كيوبك روت 27 بلس الزيرو بكام؟ ب 3.
3 بلس ايه الفايف، واللي تحت بيجي 25 بلس 0 ماينس 0 يبقى بيجي 25 بس تحت السكوير روت اللي هي بكام؟ ب 5. الجواب النهائي 8 اوفر 5. اوعى حد مسطول يشطب ال 5 مع ال 5 غلط، لما تكون بلس او ماينس ممنوع. يبقى 3 بلس ال 5 8 اوفر 5. هنا هنشوف بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر. هنشوف الاولانية دي 6x على 2x plus 3. لو انا قسمت فوق وتحت على x هتبقى فوق 6 وتحت 2 plus 3 over x، 6 over 2 فيها 3 يبقى الاجابة هي ايه؟ 3 اللي هي c. التانية هنا 4 دي جاهزة، دي 4 over x دي ب 0 plus 1 تبقى 1، يبقى الروت دي بكام؟ ب 1، يبقى اجابتها تطلع ب ب اللي هي 1. طب دي ليميت لما الاكس تنس تو انفينيتي اكس بلس 3 على 2 بلس، قلنا الباور تحت اكبر من فوق يبقى تطلع ب بانفينيتي، لو الباور ب 0 لو فوق اكبر من تحت تطلع بانفينيتي، يبقى دي هتطلع ب 0 لكن الثانيه لو كانت الباور فوق اكبر من تحت تطلع ب بانفينيتي. يبقى الباور فوق لو اكبر من تحت تطلع بانفينيتي، لو الباور تحت اكبر من فوق يبقى تطلع ب 0. نمبر 4 ليميت لما الاكس تنس تو انفينيتي الباور فوق اكبر من تحت يبقى قلنا تطلع ب دي بانفينيتي. لانك هتقسم فوق وتحت على اكس بس فتبقى باقي اكس فوق بلس اي 1 اوفر اكس وتحت تبقى 2 ماينس 1 اوفر اكس، اللي تحت طلعت ب 2 ماينس 0، اللي فوق هتطلع ب اكس بانفينيتي، انفينيتي بلس 1 اوفر انفينيتي يبقى فيها 0 يبقى بتطلع بانفينيتي. إذا الجواب النهائي بتاع المسألة يطلع بإيه؟ بإنفينيتي. أما المسألة دي الروت تحتيها الاتنين حلوين أمامير 1 أوفر 4 ولما نجيب لها الروت تطلع 1 أوفر إيه؟ 2. المثال ده حلو لذيذ. الباورات فوق بالنيجاتيف x زي بار نيجاتيف 1 3x زي بار نيجاتيف 2 وال 5 بس 2x زي بار نيجاتيف 2 و x زي بار نيجاتيف 3. هنا بقى في مشكلة، انت عارف كلمة x زي بار نيجاتيف 1 يعني ايه؟ يعني 1 over x. x زي بار نيجاتيف 2 يعني ايه؟ يعني 3 over x سكوير. يبقى الباور بالنيجاتيف ده كان معناه ان تحت 3، تحت في الدينوميريتور كان ايه؟ 2x زي بار نيجاتيف 2 معناها 2 over x سكوير. طب ال x زي بار نيجاتيف 3 يعني 1 over x زي بار 3. إذا ده كله ده بزيرو ما عدا الفايف والوان، الفايف اللي فوق آخر واحدة والوان آخر ترم في اللي فوق في اللي تحت، يبقى تطلع فايف أوفر وان تطلع بكام؟ بفايف. ده لما يكون فيها كل باورات نيجاتيفز. طب هنخليها باورات نيجاتيفز بس كلهم، بص مليانة ازاي دي الباورات نيجاتيفز. طب أكبر باور تحت كام؟ إكس تصور نيجاتيف 1، إيه ده؟ نيجاتيف 1 أكبر من نيجاتيف 3؟ آه ده نيجاتيف. النيجاتيف 1 اكبر من نيجاتيف 3 على اللاين اوف نمبر لو تلاحظ. يبقى انا هعمل ديفايدد للنيموريتور والدينوميريتور باي اكس تو ذا باور نيجاتيف 1، لان انا لو عوضت فوق هتطلع ب 0 ماينس 0 بلس 0 و 0 و 0 هتطلع 0 اوفر 0 اللي هي ان سبيسيفايد، فانا هقسم على ايه قلنا؟ على اكس تو ذا باور نيجاتيف 1. شوف الفوقانيه بقت ايه؟ 2 بس ماينس 3 اكس تو ذا باور نيجاتيف 1 بلس اكس تو ذا باور نيجاتيف 2. اللي تحت بيجت 4x مش كانت نيجاتيف 3 هنشيل منها واحده نيجاتيف 1 يبقى باقي نيجاتيف 2. طب الاكس زي بار نيجاتيف 1 لما اقسم على الاكس نيجاتيف 1 يبقى فاضل 1 مش تروح، لا في ناس ما تكتبش حاجه لا نكتب 1. طب اللي فوق تاني ترم وتالت ترم ب 0، اللي تحت الاول ترم ب 0 بلس ال 1 يبقى هنا فوق طلع 2 وتحت ب 1 يبقى 2 اوفر 1 فيها كام؟ 2. المثال اللي قدامنا ده ليميت لما الـ x تنس انفينيتي، بس هنا في فراكشن بلس فراكشن. طب ما الفراكشن الأولاني لو أنا عوضت فيه هيطلع بانفينيتي أوفر انفينيتي، والفراكشن التاني برضه هيطلع انفينيتي أوفر انفينيتي. يبقى المسألة كلها
meanless أو unspecified. طب نعمل إيه؟ الفراكشن الأولاني نقسم فوق وتحت على الإكس بس، الفراكشن التاني نقسم فوق وتحت على إكس سكوير. فلما أجي أقسم فوق وتحت على إكس في الأولاني هيبقى 1 على 2 بلس 1 أوفر إكس. طب لما أقسم التاني على إكس سكوير فوق هتبقى 3 وتحت هتبقى 1 ماينس 3 أوفر إكس. يبقى هتطلع في الأولاني الإجابة ب 1 أوفر 2 وفي التاني 3 أوفر 1 ماينس 0، يعني تطلع ب half بلس 3 تطلع 7 أوفر 2 أو 3 أند هاف.